ان شاء الله ما عمره ما يرجع لي. ولكن في هذه المرحله هذه قررت، اولا في ديك المرحله هذيك قررت باش نكتب واحد السيناريو من بعد ما شجعني خويا حبيبي هشام وفاطمه زهره بن نصر حبيبتي حتى هي كانوا كيشجعوني، وعملته على المريضات بالسرطان، هضرت عليهم شويه وخديت لا ديسيزيون واحده اخرى، هو اني باش نقرع في هذا الفيلم. بصراحه انا كنت كنفكر اني باش نطول شعري من قبل، من قبل، وهذاك نهاد الشيء هذاك سمحوا لي راه ما عرفاش شنو نقول، لان احسن حاجه هو الصمت في هذه الحالات هادو. كنت كنفكر باش نطول شعري ونقرعه، وديك الشعر اللي نقرعه نهديه باش يصاوبوا به شعر مستعار او بيروك للاطفال الصغار. كنت ضامن في نفس الوقت مع مرضى السرطان اللي كيفقدوا الشعور ديالهم، الشعر ديالهم. دابا انا قررت بالمساعده ديال ليكيب ودب الله يخليه لي، قالوا لي قرع، واخا ماشي ضروري حتى نطول شعري، غنقرع دابا في هذا الفيلم بما اني عملته على مرضى السرطان، حتى التقريعه غادي تكون مهداه لمرضى السرطان. غير هو انا في هذه الحاله هذه كنتفكر نهار اللي ماما الله يرحمها قلت لها ماما قرع لي قبل ما يطيح لي الشعر بالشيميو، ما بغاتش تقرع لي، ودابا كنشوف نفس الشيء كيتعاود من الاول. فانا هذا الشيء هذا دين هديه للمرضى بالسرطان، رجال ونساء وكبار وصغار وكل شيء في جميع انحاء العالم، جميع الديانات الجميع، لان قبل اي حاجه كيكونوا انسان. لو كان حتى الحيوان نقدروا نضمنوا معاه، حتى هو كنا نضمنوا معاه، ولكن يلا اجو. شكرا. يلا سيبا. بسم الله. مشاكك؟ معقد؟ كنسولك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.